أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج كومنت لهذا اليوم. حلقتنا بها كثير تفاصيل وأخبار رح نعرضها لكم. بالبداية وأولى الأخبار وأهم الأخبار هو عن دخول المتظاهرين للبرلمان. بعد أيام من دخول الصدريين إلى البرلمان والسيطرة على مجلس النواب، تتشظى الآراء حول شرعيتها، فمنهم من يقول أنها تعطيل للمؤسسة التشريعية، وآخر يرى بأنها من أجل الإبقاء على حكومة الكاظمين، فيما يذهب الكثيرين إلى أنها محاولة كسر الإرادة ولي الأضرار كما يقال طبعا. لكن هناك مشاهد انتشرت لمجلس النواب لتحويل باحته إلى مطابخ وقاعاته إلى موائد للأكل والتدخين وممراته إلى مواقع للتنزه وزواياه إلى محال للترزق. خلونا نشوف صور لمجلس النواب بعد دخول المتظاهرين إليه. السؤال اللي كان يراود الكل والكثيرين بمواقع التواصل الاجتماعي، بما أن هذه الصور انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي وهي تساؤلات عن، حسب ما يقولون طبعا، هذه هي وسيلة أو طريقة الإصلاح أو القضاء على الفاسدين والفساد بمفاصل الدولة، وبهذه الطريقة سيتغير حكم العراق أم ماذا؟ كانت هذه التساؤلات حول هذا الموضوع أو هذا الشأن. عندنا تعليقات لهذا الموضوع، خلونا نأخذ جزء من التعليقات حتى ننتقل لخبر آخر أيضا يخص التظاهرات. فوضى مرعبة، طبعا هذه التعليقات هي لرواد مواقع التواصل الاجتماعي وللجمهور اللي ده يشاهد كل الأخبار اللي تنزل على السوشيال ميديا والأخبار اللي تم تداولها بوسائل الإعلام كافة. خلونا نشوف تعليق آخر. الشعب مصدر السلطات والمقبلات والخضراوات إلى آخره. أكيد إحنا ما نتبنى أي تعليق، هذه تعليقات للنشطاء على المواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك. خلونا نشوف تعليق آخر للموضوع. إلى الذين يطالبون بتغيير نظام الحكم، مشكلة العراق عدم تطبيق القانون بحيادية على الجميع، بل يوجد ناس فوق القانون. عبد الوهاب علي كان هذا التعليق إلى بالفيسبوك تحت هذا المنشور تحديدا أو البوست عن تحويل مجلس النواب إلى متنزه وإلى ناس تنام وتقعد وتدخن وتاكل وتشرب إلى آخره من هذه التفاصيل اللي شفناها أعتقد بالصور كلنا واللي انتشرت يوم أمس. المهم راح ننتقل لخبر آخر، أو خليني أسمي جانب آخر للتظاهرات، هو خروج جماهير الإطار التنسيقي. خرجوا يوم أمس، خرجوا ساعتين فقط، لكن كان لهم موقف في الشوارع، موقف جيد وإيجابي. خلال هذه الساعتين كانت أكو هناك نفايات من خروجهم، خليني أقولها بلغة بسيطة وبيضاء، بطالة المي، العصير إلى آخره. فجماهير الإطار التنسيقي نظفوا الشارع، نظفوا مكان التظاهر. خلونا نشوف شلون نظفوا وساعتين بقوا وشالوا كل النفايات من الشارع. هذا دليل على الجانب الآخر للتظاهرات، وجانب جيد بأنه ماكو نفايات بالشارع وحافظوا على المكان اللي طلعوا به بكل هدوء وسلمية. خلونا نشوف.
هاي المشاهد اللي شفناها للشباب وجماهير الإطار، شكرا لكم وشكرا لموقفكم. خلونا نشوف جزء من التعليقات اللي رافقت هذا الخبر. بالتوفيق، نحن مع الحق، كان هذا التعليق الأول. خلونا نشوف التعليق الثاني. خطية واحد بالشارع تدق الشمس، واحد على التبريد. هنا يقارن بين المتظاهري التيار اللي موجودين بمجلس النواب والإطار اللي كانوا خارج مبنى مجلس النواب وخارج حتى الخضراء أو قريبين من الخضراء، لكن ما دخلوا واتحملوا الشمس وبكل سلمية سحبوا. ننتقل لخبر آخر. بالبداية نتفق بأن القوات الأمنية لا علاقة لها بكل ما يجري من تظاهرات ودخول مجلس النواب، وهذا الكلام ورأيي هذا، والآن إذا أشوف هيك لا نو. هذا الكلام بحسب قول الوزارات الأمنية، بين قوسين الأمر يجي من جهة عليا حتى الضابط أو المنتسب يتدخل أو يفتح الطريق للمتظاهرين أو يسده أو يقاومه وإلى آخره من التفاصيل أو المواقف اللي تصير بكل تظاهرات. الحد هنا متفقين إحنا مو. من 4 أيام دخلوا متظاهري التيار الصدري لمجلس النواب بكل انسيابية، والدليل لكلامي هذا الفيديو. خلونا نشوف. اللي صار، قوات الأمنية أو رجل الأمن اللي شفناه بالفيديو يقول للمتظاهرين راح تدخلون بس خلي يجي الأمر. يجوز كثير ناس ما ركزت، إذا ممكن مخرجنا نشوف الفيديو مرة ثانية بما أنه نوهت حتى يسمعون اللي قاله. هم دخلوا بس الأمر منين إجا؟ إذا ممكن نعرف. عندنا تعليقات للموضوع؟ يلا خلينا نشوف. فكانت طول التعليقات هنا صدق على قولة أياد راضي، أويلي عليك يوم الله يرحم ثوار تشرين. هنا مقارنة أيضا، المقارنة كانت بين ثوار تشرين وجماهير أو متظاهري التيار الصدري دخلوا بكل انسيابية للخضراء ومجلس النواب، لكن ثورة تشرين وشباب تشرين راحت، أو هاي الثورة العظيمة راحت ضحيتها شباب كثير. خلونا نشوف تعليق آخر. زين والمتظاهرين اللي استشهدوا قبل، ليش قتلتوهم وذولا قبل طبوا؟ هذه كانت أغلب التساؤلات لهذا الموضوع تحديداً، أنه ليش صار ويانا من طلعنا دم طالب بحقنا صار ويانا هيج، ومن هذول دخلوا هيج صار وياهم أو عافوهم أو فتحوا لهم الطريق. أكيد هذه كانت تساؤلات بمواقع التواصل الاجتماعي، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا يتساءلون عن هذا الموضوع أو هذا الجانب، ليش تم قتلنا لكن المتظاهرين الآن بكل انسيابية يدخلون. عندنا تعليق أخير للموضوع نشوفه حتى ننتقل لخبر آخر. يلا. مجلس النواب صاير شلون مخفر أبو جودة بمسلسل باب الحارة. كل ما حارة الضبع يضوجون يشفتون على أبو جودة. هنا دي يشرح بطريقته هذا الشخص اللي علق على هذا الخبر، ده يشرح بطريقته أنه الوضع شلون صاير مثل باب الحارة وجودة أبو جودة وهذه التفاصيل إلى آخره. ننتقل لخبر آخر.
تكلمنا عن جانب أو دخول المتظاهرين بكل انسيابية، لكن راح نتكلم عن جانب آخر لجماهير الإطار التنسيقي. كان لهم تجمع يوم أمس في بغداد بعيدا عن المنطقة الخضراء وبعيدا عن مبنى السلطة التشريعية مجلس النواب، لكن القوات الأمنية أو قوات حفظ النظام أو ما يعرف بالشغب قامت بالاعتداء على المتظاهرين. أكيد أكو فيديو يوثق لهذا الاعتداء والاحتكاك بالمتظاهري الإطار التنسيقي، خلونا نشوفه. ما أصير جنم على دولاكم، أطيحوا حقكم، سفلي نتمنى أي شخص تأذى بهذا الاحتكاك أو الاعتداء يكون يشفى من جروحه، إن شاء الله ماكو شيء خطير، ما سمعنا أحد استشهد الحمد لله والشكر يعني. وهو تعليق بسيط أو أمنية أو نداء، كيفكم شو تريدون تسموه. قوات حفظ النظام أو القوات الأمنية بكل مفاصلها ظاهروا بسلمية بغض النظر عن من الظاهر أو للمتظاهري أو الجماهير لأي جهة تابعة سياسية. ذولا أخوتكم، راح أحكي وياكم بلغة بيضاء بسيطة جدا، ذولا أخوتكم، ممكن يكون ابن عمك ابن خالك أخوك موجود بهاي التظاهرات، فمدام ما معتدين عليكم عوفوهم بسلميتهم بتظاهراتهم بموقفهم، طالعين لموقفهم مو طالعين من الخالي بلاش وما عندهم سالفة يسووها فطلعوا. رب العالمين فوق، فلا تأذون أحد، بما أنه أكو جانب ما تأذى من دخل للخضراء ولمجلس النواب المفترض تعادلون، خلوا الميزان عادل هذه المرة وعوفوهم بسلميتهم إذا صارت تظاهرات أو تجمع آخر. ما ندري بعد الأيام شنو ضامتنا، والأخبار أكيد إحنا دا نشوف يوم بعد يوم دا تزيد الأخبار ودا نشوف تفاصيل كثيرة، وأكيد اليوم همينا بهذه الحلقة قبل ما أصعد الحلقة أكو أخبار جديدة بشأن التظاهرات وهذه التفاصيل وانسحابهم رح نتكلم بيها باكر بحلقة باكر إن شاء الله. هسه راح نعوف هذه الأخبار ونركز على جانب آخر. بالبداية هذا الموضوع أو ببداية هذا الموضوع ظهر رجل يرتدي الزي العسكري ويقول أنه مدير الاستخبارات في وزارة الدفاع وأنه من مؤيدي المتظاهرين ويدعم موقفهم. ما راح أحكي أني أكثر من هيك، راح نشوف هذا الرجل اللي مرتدي الزي العسكري ويؤيد التظاهرات والمتظاهرين طبعا، ويقول أنه منضم وما زال يعمل بوزارة الدفاع، لكن هناك رد من وزارة الدفاع بشأن هذا الرجل، خلونا نشوف الفيديو. بسم الله الرحيم. من اللواء إبراهيم محمد حبيب الخفاجي المنسوب إلى وزارة الدفاع والساكن في قضاء الكوفة المقدسة، نؤيد ونساند ثورة الإصلاح العظيم على يد السيد القائد عزه الله في كل خطواته ضد الفساد والمفسدين في هذا الشهر الحرام. ونضرب مثلا واحدا، عندما كنت مع قائد شرطة النجف وكالة في 2004 صدرت لنا أوامر من جهات عليا أجنبية وعراقية بضرب المظاهرة، لكن أبينا أن نطيع لهذه الأوامر، لذلك صدرنا عدم ضرب المظاهرة، لذلك أقصينا وطردنا من وزارة الداخلية، ولكن الله ينظر لعباده ورجعنا إلى وزارة الداخلية بجود الطيبين والمخلصين. نحن ضباط أكفاء ومخلصين ووطنيين نقف مع السيد القائد في ثورته العظيمة من أجل عراق قوي غير تبعية، وشكرا.
شكرا لكلامك، ولكن وزارة الداخلية كان لها موقف بشأن كلامك والاصطياد بالدفاع والاصطياد بالماء العكر المتظاهرين، وقالت طبعا وزارة الدفاع أنها موقفها من التظاهرات أو المتظاهرين أنها تعمل على حمايتهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأن كل منتسب الوزارة من القادة والضباط والمراتب والموظفين هم يقفون موقف الحياد كونهم جهة مسؤولة عن حماية البلد والشعب. لهنا حلو الكلام، طبعا هذا كلام أو بيان لوزارة الدفاع بشأن هذا الشخص، وقالت بأنها أن الضابط الذي ظهر بهذا المقطع اللي شفناه قبل شوية هو ضابط محال التقاعد ولا يعمل في الوقت الحالي ضمن ملاكات المؤسسة العسكرية، وأنما ما أدلى به هو رأيه الشخصي ولا يمثل وزارة الدفاع. وأيضا قالت ستلجأ الوزارة إلى القضاء العراقي لكل شخص يظهر بصفة عسكري ويدعي أنه يعمل حاليا في وزارة الدفاع ويعبر عن رأي لا ينصب في مصلحة البلد ويحرف المعنى الحقيقي لما يقول أو يقوم به منتسبو الوزارة. لهنا خلص بيان الوزارة أو وزارة الدفاع بشأن هذا الشخص اللي على أساس أنه هو منتسب ولواء ولكن كان يريد يركب الموجة الظاهر. خلونا نشوف التعليقات. فكانت أولى التعليقات من تجيب ضابط من باب الشرجي، خايب دقوم ما تعرف تصير حر وتتحرر من العبودية. أكيد هذه التعليقات تمثل أصحابها بمواقع التواصل الاجتماعي، إحنا هنا نتداول الأخبار بما يخص تعليقاتها. نشوف تعليق آخر. لا تصطادون بالماء العاكر، هذا اللي كنا نسولف فيه. نقرأ آخر تعليق على السريع. ما عندنا، تمام. وصلنا لختام أخبارنا وتعليقاتنا لهذا اليوم. أرجع وأقول كل ما يقال ببرنامج كومنت هو من السوشيال ميديا ومن الأخبار المنتشرة، إحنا ما نتبنى أي رأي، وهذا الجانب أو جانبين من التظاهرات اللي صارت يوم أمس. ألتقيكم أنا غدا في أمان الله.